مرحبا. منطقة من الضغط الجوي المرتفع عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتكون طبقة من الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الليل والفجر وضباب وغبار على الجبال عم بيؤدي إلى سوء رؤية وانخفاض بنسبة الرطوبة. البحر متوسط الموج وحرارة سطح الماء 17 درجة وراح نشهد تساقط أمطار محلية يومي الجمعة والسبت. نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 637 مليمتر، السنة الماضية 842 والمعدل العام 473 مليمتر. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 13، على المرتفعات 6، بالبقاع 5 والأرز درجتين، وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية 21 برحبي و22 طرابلس، 12 بالأرز و23 جبال، 16 بعلبك و12 بفقرة، برمانة 19 وبيروت 23، بيت الدين 18 وصيدا 23، 21 النبطية وصور 23. أما الرطوبة فبتتراوح بين 65 و80%، حرارة سطح الماء 17 درجة وسرعة الرياح بين 15 و30 كيلومتر بالساعة وريحها بتكون جنوبية شرقية. كيف رح يكون طقسنا بها اليومين 13-23، نهار الخميس 14-22، ونهار الجمعة 13-18 أقصاها مع هطول للأمطار. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، والبداية رح تكون من الدوحة، أقصاها عم بيسجل 23، عمان 6-18، تونس 11-17 مع هطول للأمطار، ومننهي مشوارنا بباريس حيث عم بتسجل درجات الحرارة 3-9 مع هطول للأمطار. وهيدا كان كل شيء. باي.